رح نروح هيك لفقرة نحكي فيها عن ذاكرة العيد. وقت نقول ذاكرة العيد، نحن بحاجة اليوم لتوثيق للأجيال القادمة لحتى يعرفوا دائما طقوس العيد، أهم العادات، أهم التقاليد. وهون عم نحكي عن جمعية العادات الأصيلة يا هايدي. اليوم قديش مهم توثيق العيد وأجواء العيد للأجيال القادمة؟ صحيح يا رشا، اليوم رح نروح بالذاكرة لحتى نتعرف على العادات يلي كانت موجودة بأيام العيد واللي لسه موجودة وعم يتم الحفاظ عليها اليوم ضمن جمعية العادات الأصيلة. نحكي أكثر عن الأنشطة والفعاليات اللي دايما بتكون موجودة بالأعياد والمناسبات، نحكي عن الأعضاء الموجودين، تفاصيل كتير مهمة رح يخبرنا عنها ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو، السيد عدنان تنبكجي، رئيس مجلس إدارة جمعية العادات الأصيلة. صباح الخير أستاذ. صباح الخير، إن شاء الله أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير يا رب. كل عام وأنتم بألف خير عليك وعلى عائلتك، وأكيد من عايد كل الأشخاص المتواجدين بحاضنة دمر. نعد عليكم ويعطيكم ألف عافية. اليوم عم نحكي عن جمعية خاصة، إلى أنشطة خاصة وإلى مهمة توثيقية. خلينا هيك نعطي لمحة بشكل عام عن هي الجمعية. جمعية العادات الأصيلة طبعا هي جمعية أول شيء غير ربحية، مرخصة أصولا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن مجلس محافظة دمشق. تم إشهارها، ونشاطاتها الحمد لله وطنية، ثقافية، علمية، كمان اجتماعية، ومنركز على موضوع الحفاظ على التراث الشعبي والحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية بالتعاون مع الاتحاد العام للحرفيين وحاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية. نحن اليوم إن شاء الله عيدكم مبارك، يعني وجودنا مهم بهذه الجمعية لتوعية والنشر الثقافي ونشر الوعي الثقافي لكل الشباب وجيل اليوم حتى للكبار، منذكرهم ومنوعيهم على الأيام والعادات والتقاليد الحميدة اللي احنا تعودنا عليها ونشأنا عليها. يعني بنبدأ بالعيد بالمعايدات، يعني اليوم المعايدات عم تكون معظمها كان على الواتساب، نحن عم شوي شوي عم نوعي الناس انه زيارة الروحانية بتكون غير ما انت تعيد على وسائل التواصل الاجتماعي. وجود العالم العناصر او الاسره بالبيت كمان كثير مهم، يعني اليوم الواحد بده يزور اخوه لازم يكون اولاد اخوه موجودين بالبيت، الام لازم تكون موجوده. عاده يعني اول يوم العيد بيروحوا بيزوروا الاب والام، يعني العائله كلها بتجتمع، شوي شوي عم تندثر هاي الامور. يعني اليوم والله انا عايدت ابي على الواتساب، لا هذا الحكي مرفوض تماما، افتح فيديو قال نعم، يعني صعب كثير صعب، ما تعودنا على هاي العادات والتقاليد، عم نحيها من أول وجديد على أنه يصير هاي المعايدات بشكل ودي بشكل روحاني. وكمان موضوع أنه ياخذ معه زوجته، ما يروح لحاله، ياخذ معه أطفاله. يعني اليوم في كتير ناس بالعائلات بتلاقي بيعرفوا أنه فلان عنده ولد وعنده ولدين أو ثلاثة، لكن ما بيشوفهم ممكن بالسنة أو سنتين مرة، حتى بالعيد ما عاد شافوهم. لا، نحن نشد إيدنا على إيدهم على أنه يصير هذا التواصل الاجتماعي اللي هو بيعطينا تاريخ المجد، تاريخ القيم، تاريخ المبادئ والعادات النبيلة والحميدة اللي احنا تعودنا عليها. ومنركز على موضوع العيدية، ما يرجى الواحد أنه لو كان إمكانياته ضعيفة أنه ما بقدر أنا أعطي عيادي، إن شاء الله شو ما أعطيت معلش لازم تعطي عيدية مشان تترسخ، وخاصة بالأطفال العيدية، أو يحمل معه شيء يعني باكيت حلو ولو كان متواضع، هاي بيضل بالذاكرة. هلا كنا عم نحكي مع ضيفتنا انه اليوم الطفل اللي بيتذكر بطفولته مين كان عايده ومين اللي ما عطاه، يعني بيكبر على هي القصة. نعم، احيانا انا وقت كنت صغير كنت استنى عمامي او اخوالي وقت يجوا لعنا مشان يعني انسى مين بده يجي او الشخصية، لازم انا افكر كانت بالعيدية مين اكثر اخذ المصاري وروح نركب المرجوحة والى اخره ونشتري هيك المفرقعات. منركز على هذا الموضوع انه ما الواحد يبعد عن هاي العادات، بالعكس هاي عادات بتساوي انتماء، انتماء اجتماعي، انتماء وطني، انتماء محبة البلد. ونحن بدورنا كمان ان شاء الله هلا في بعد العيد راح نركز على موضوع من اهداف الجمعية هي تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يخص التراث الشعبي والحرف اليدوية. بحاضنة دمر راح نساوي دورات ان شاء الله مكثفة تنطلق موضوع التعليم على تراثنا العريق اللي احنا كثير بنفخر فيه، وبنحكي احيانا بندواتنا على الامثال الشعبيه لانه في امثال شعبيه بصراحه
غير مقبولة، ما منشجع عليها، وفي عادات تقاليد حميدة لازم نحن نتماشى معها ونوثقها وندونها. في عادات تقاليد يعني بصراحة كانت اسمها عادات ولكن غير هادفة، يعني اليوم زمان كان البنت خلص هي محجوزة لابن عمها، لا كان الزواج كتير مبكر، يعني ب 12 سنة 11 سنة البنت خلص مخطوبة، 12 سنة ما عندها ذاك الوعي انه هي خلص تزوجت لابن عمها بيقروا فاتحتها، وهي يعني هذا مثل اخوها، يعني مو احنا مو ضد انه تتزوج ابن عمها، لكن في حالات انه لازم تندرس بشكل جيد. اليوم في توعية، في عنا معاصرة، في عنا اليوم مجتمعات متقدمة، ونحن سوريا بيلبق لها على انه تكون هي من الدول والامم المتقدمة بكل المجالات حتى بتراثها الشعبي. يعني سيد عدنان، رجعنا معك بالزمن لورا وخبرتنا عن العادات يلي كانت موجودة او العادات الجديدة اللي صارت موجودة، وللأسف يمكن هي عم تكون واقع، ولكن احنا لازم نتخلى او نتجنب من هي العادات. ما رح نروح لبعيد، اليوم لباس حضرتك كمان بدل عن التراث، خبرنا اكثر اليوم عن الدور التوثيقي للتراث ضمن الجمعية. احنا عملنا يوم وقفة عرفة، كنا زايرين احدى يعني لجماعه ببيتهم بمضافتهم بحي الميدان العريق، وجه لهم تحيه لكل اهل الميدان وكل اهل سوريا واهل دمشق. كان اللباس تبعنا مثل ما بيقولوا اللباس الرسمي بالطربوش والشال والعكازه، يعني رايحين وباركنا لاصدقائنا بالعيد، وحضرنا موضوع شرح عن موضوع الانتخابات لمجلس الشعب. طلعنا من هذا المجلس وتمشينا بأحياء دمشق، مو بس زرعنا السعادة، حتى الناس زرعوا السعادة بقلوبنا، آلاف مؤلفة من الناس، يعني السيارات ما بتقدر تمشي من كتر ازدحام شديد شديد شديد، وكل الناس صارت تقعد معنا وتتصور، وهذا يقول ذكرتني بجدي، وهذا يقول ذكرتني بعمي، وهذا يعني لدموع الفرح اللي كانت تنزل. أنا ما عم بالغ، هذا الحكي موثقناه نحن بجمعيتنا، وكانت الضيافة وأهل الكرم بحي الميدان من محل لمحل. بصراحة ما عاد فينا نحن ناكل الضيافات من القهوة المرة لهي الطقوس اللي عشناها من الميلوية وذكر الله وأجواء العيد والتكبيرات اللي كانت من بكل الشام، لكن نحن كان زيارتنا لأهل الميدان وانبسطنا كثير، زرعوا فينا السعادة ونحن زرعنا فيهم، وكان بس مباشر بس حلو. مباشر لكثير، بتعرفي اليوم المغتربين بسوريا يعني بكل انحاء العالم بحبوا يشوفوا اليوم الاجواء الاعياد في سوريا، ومثل ما قلت استاذ عدنان اليوم نحن بحاجه للفرح، يعني انه نرجع نشعر بهي الفرحه، يمكن للاسف هي الفرحه صارت ناقصه بسبب ان كان سنوات اللي مرقت على سوريا، بسبب اي فقدان بحياتنا، حتى الاوضاع الاقتصاديه اليوم ساهمت دور كثير كبير انه توقف شوي بيننا وبين انه نعيش العيد مثل ما كنا نعيشه ايام زمان، لكن اليوم دوركم كتير كبير كجمعية، كتوثيق، كانتشاركم ضمن دمشق. اليوم أنتوا كأعضاء عندكم مهام، ودائما كل شخص له مهمة بيأديها بشكل صح لحتى يكتمل هذا العمل الجميل. خلينا نخص أعضاء الجمعية والمهام المستلمينة. يعني أول شيء نحن عندنا اجتماعات مستمرة، اجتماعات بناءة هادفة. ثاني شيء نحن بنشجع على، وخاصة بهالأيام المباركة، على موضوع التسامح، موضوع الصلح. اليوم في كثير خصوم بين عائلات مع بعضهم، أخ مع أخوه، زوجة مع زوجة، يعني بيلجأوا للقضاء، وأحيانا ما بدي أنا أسيء للإخوان المحامين، بيقول له أنا بطلقك منه، بدبر لك الوضع وما تاكلي هم، بجيب لك كل حقوقك. نحن بنمشي بطريق الرضا، وعلى طول الصلح هو سيد الأحكام، بيكون خلاف بسيط، بتلجأ لصديقتها، بتكبر موضوع، بتلجأ لأحيانا لأمها، إيه نحن بنساوي لك اللي ما صار وطولي بالك، والله لنعطيه درس بحياته ما، لا هذا الحكي اللي احنا ضده تماما، بنقرب على الصلح. نعم. وأحيانا بصير نزاعات بسيطة ما نكبرها، والأخ مع أخوه أحيانا بيصلوا للمحكمة، لا ما تصل للمحكمة، نحن القضاء العادل اللي هو محكمة الصلح كان من زمان، وجهاء الحي يعني يروحوا عند الزعيم، والله في خلاف بين شخص وشخص يحلوا الموضوع. نحن عم نرجع على العادات القديمة لأنه حميدة ونبيلة، وعم نطالب بالصلح ونخفف أعباء على هي المحكمة، وبيصير الصلح قائم بدون دعاوي، وبالنهاية الكل فائز على طول، المحكمة الصلح هي الفائزة بكل الأطراف. أنا ما لي محامي ولا لي رجل قانون، لكن بنركض على موضوع المحبة والسلام وزرع التفاؤل، واليوم دور المواطن بصراحة أكبر من دور المسؤول.
يعني نحن نسافر لبرا، راح اعطيكي مثال، واحد بسيارته احيانا بيكون معه اكل سندويشه والبقايا اللي عم تكون بيرميها بسوريا بيرميها، لكن اذا طلع لبرا بيتخالف ما يعادل 200 دولار اصلا، 200 دولار بيدفعهم برا بس هون بيرميها. طيب انت لا ترميها، انت ماشي شفت اذى ابعده، يعني نمتثل للنبي عليه الصلاه والسلام انه البعد عن الاذى، وشفنا مثلا صراع نحن نحاول نحله نسلم نحن وماشيين السلام عليكم، اذا واحد كان عنده تشاؤم بصير نزرع التفاؤل، واذا لقينا واحد عنده مثلا في غش ننصحه انه انت عم تغش بالميزان او عم تغش عم تحط واجهه الفواكه عم تكون يعني شيء مرتب ومن احسن ما يكون وجوا في غش، لا من بعد عن الغش، لانه الله بيبارك بالصح ونحن بدنا نمشي بشكل صحيح بكل طقوس العمل. يعني اكيد لازم دائما نحن نرشد الاشخاص يلي حوالينا للخير للدعم للمساعده. سيد عدنان، خلينا نحكي اليوم من خلال عملكم عن اهميه التوثيق للحرف والمهن اليدويه، شو الواقع اليوم الحرف اليدويه؟ نحن بنوجه تحيه للاستاذ ناجي حظوي رئيس الاتحاد العام للحرفيين اللي هو متعاون جدا بما يخص الفنون الحرفية، وللأستاذ لؤي شكو مدير حاضنة الدمار، وللأستاذ علي كرمشتي رئيس اتحاد جمعيات الحرفية بدمشق. الحقيقة في دعم وفي إرشادات صحيحة حسب الإمكانيات المتاحة أنه إحنا هاي الحرف بدنا نحافظ عليها ونحافظ على ما تبقى منها ونحيي اللي اندثر. لا في بعض الحرف نتيجة عدم القبول عليها وعدم طلبها إحنا بعد يعني اندثرت بصراحة، وإنما في بعض الحرف لحد الآن في إقبال شديد عليها، يعني بكل دول العالم الحرف السورية والتحف الفنية مطلوبة بكل دول العالم وبسوريا كمان مطلوبة. أحيانا بتلاقي الناس بالوضع الاقتصادي وضعهم سيء ما بيقدروا يقتنوا هاي القطعة إلا أنه هي بيضلوا بيصمدوا بيخزنوا يعني مثل ما بيقول قرش فوق قرش أو ليرة فوق ليرة لحتى ست البيت تشتري هاي التحفة الفنية وتضل عندها وبتفتخر فيها. قرصنا كتير حلو وتحفنا يعني ان شاء الله نحن والحرف اليدويه طالما نحن عم نعلم ما في خوف عليها، بدنا نحافظ على ما تبقى، نحن اهم شيء موضوع التعليم. واليوم انتم دوركم جدا مهم استاذ عدنان وما قصرتوا، يعني اللي بيزور حاضنه دمر بشعر انه هو بعالم اخر، في كم من الجمال كثير كبير، كم من التقانه بالحرف اليدويه، ومرقتوا يمكن بظروف ممكن اكيد كانت جدا صعبه يعني مثل باقي السوريين، ولكن ضليتوا مصرين على انتاج هي القطعه السوريه بالعمل اليدوي. خلينا نروح للانشطه، ونحن دائما متعودين على حضرتك على كل جديد على كل شيء غير مألوف، يعني شو عندكم شو عم تحضروا ضمن الجمعيه؟ هلا نحن مو بس الجمعيه كمان حتى التعاون مع الاتحاد وحاضنة الدمار اداره حاضنة الدمار، بتعرفي نحن بالشتاء بيكون فصل الشتاء كله العالم موجوده وخاصه اطفالنا موجودين بالمدارس. نحن اليوم وخاصه بنشجع على حي دمار وتسيا وما حوالي ما حول حاضنة الدمار انه يجيبوا اطفالهم اليوم طالما المدارس عطلت منشجع على انه حضورهم يجيبوا اطفالهم يتعلموا بهالدورات شبه مجانيه، يتعلم الرسم، يتعلم فنون النحاس، يتعلم فنون النجاره، تنزيل الصدف، تصنيع الالات الموسيقيه، يتعلم موضوع النول، يعني في حتى في ميك اب في اكاديميه عندنا راقيه جدا بالحاضنه بتعلم الصبايا موضوع الميك اب، يعني البيديكير والمانيكير انا مالي شاطر فيهم هذول انتم بتعرفوهم. يعني عم تأمنوا مشروع وفرصه عمل يعني جميله للصبايا. المكان راقي وفينا نقول مصيف، ووزارة السياحة كل التحية للسيد الوزير ولكل العاملين بوزارة السياحة على دعمهم الكبير اللي جملوا الحاضنة بما فيها، يعني رمموا كتير وجملوا كتير، وهلأ عنا مطعم إن شاء الله رح ينفتح قريب، وفي عنا تراث شعبي نحن بفرقتنا رح نجيب التراث الشعبي بكل تفاصيل الحياة اللي كنا نعيشها. يعني اليوم الطفل تعيش رحيله عن الماضي بجوز ما يحب حاجة لصور اليوم، يا سلام عليكي، ممكن يشوف واقع وقت بيشوف الميلوي، وقت بيشوف المسحراتي، وقت بيشوف مثلا الحكواتي بنشرح له عنه بيصير هو شاف قدام عينه بيحب هالشيء، بيشوف اللباس وقت بيشوف الطربوش بيشوف العراقه كيف كان الاب والجد زمان. هلا على فكره الطربوش عم يرجع شوي شوي ونحن قلنا دور كثير كبير وهذا شيء كثير حلو، عم يحبوا الاطفال، يعني احيانا بنمرق
خليني اتصور بالطربوش، خليني انا اتصور بالطربوش، يعني من هالقصص هاي. نحن بحاضن الضمار كله هذا موجود، وبنشجع على حضور التسجيل. مثل ما قلنا التسجيل شبه مجاني، عم يتعلموا من شيوخ كار. يعني التعليم اليوم موثق بحذافيره بخطوات صحيحه. يعني اليوم انت وقت تبعتي طفلك او الصبيه تجي تتعلم اي حرفه من الحرف، واذا ما عندها قدره على انه تكتشف شو الحرفه هي اللي بتحبها، نحن عندنا اخصائيين بيجوا بنشوف، نحن بندوره ونعمل لهم جوله، وبعدين بنشوف على انه شو الرغبه تبعهم، نحن بنشجعهم عليها. حتى وزارة التربية، احنا موجه تحية للسيد وزير التربية ووزير الاقتصاد، كلهم عم يدعموا هي الحاضنة، وقت عم يجوا يزوروها بيشوفوا هذا الأسر الحضاري، عم يكون عنا دعم ونحن عم نكسب هذا الدعم. وتحية لكل واحد اشتغل بهي الحاضنة المركزية، وإن شاء الله بيكون حلمنا بيتحقق. أكيد. إنه بكل محافظة من المحافظات عم تشتغلوا على هذا الحلم؟ نعم عم نشتغل. أيوة إن شاء الله طالما عم تشتغلوا فرح يتحقق أكيد اليوم بهذا. أكيد. الإصرار والنفس الإيجابي. نعم إن شاء الله. خلينا ضمن الحاضنة اليوم ذكرت حضرتك إنه هي عم تقدم كل الدعم لليوم للأشخاص الموهوبين واللي عندهم حرف مميزة. خبرنا أكثر إنه التسجيل مجاني، ولكن في اليوم أعمار معينة للانتساب، في شروط معينة، خبرنا أكثر. هلا التسجيل شبه مجاني، ما هو مجاني، يعني في رسوم بسيطة، إلا إذا بيجينا شي جهة تدعم وبيصير مجاني مطلق، يا سلام. يعني اليوم شيوخ الكار عم يقدموا مجان، لكن في عندك بعض القطع والمواد الأولية لازم تنجاب، هي في إلى تكاليف. تمام. إذا بتيجي جهة راعية خلال شاشتكم بيكون حققنا الحلم الكبير وصار كله الموضوع مجاني. إن شاء الله. الفئات العمرية يعني نحن عندنا استعداد نستقبل الطفل ما يقارب العشر سنوات وما فوق. حلو. نستقبله. كبار بالعمر بنستقبلون، يعني احنا بنعمل فئات عمريه، فئات عمريه، واذا 10 اشخاص نفتح لهم دوره. طيب استاذ، تركيب الزيوت العطريه، تقليم الالات الموسيقيه، تنزيل الصدف على الخشب، موضوع النجاره، موضوع النول اليدوي، النحاسيات، كل هاي الفنون موجوده بحاضن الدمر، الفنون التشكيليه والرسم كمان كلها هاي موجوده ان شاء الله بعد العيد مباشره. احنا هلا اجانا ناس وسجلنا، لكن الدوره لازم ما يقل عن 8 ل 10 اشخاص تنفتح لهم دوره. أكيد. يعطيكم ألف عافية أستاذ عدنان. اليوم عم تحكي عن هدول الأشخاص جايين عندهم حلم جميل مثل ما بلشتوا بأحلامكم. أنتوا قدرتوا اليوم تحققوها، فيما بعد بعد ما يخلص هذا الكورس وتعلموا إن كان شباب أو صبايا، هل عم يكون في منكم متابعة لإلهم؟ شو اشتغلوا على أرض الواقع؟ شو أنجزوا؟ أنا بحييكي على السؤال. لحنا موضوع أنه المتابعة هي من واجباتنا، ضروري جدا. نعم. هلا بتعرفي في ناس مثلا بيدخلوا الدورة، احنا بنحط نسب ان شاء الله ما بتكون انه الناس ما تابعت، ما شاءت الظروف انه يتابعوا، ما عملوا على دوره اولى واحده ما بتكفي، لكن ممكن انه ينطلق لسوق العمل باول دوره، بينطلق لسوق العمل بشغلات بسيطه وبيساويها ببيته. ونحن بنامل لهم كمان يعني فرص عمل، احنا بحاجه لكثير من الكوادر على انه يتوظفوا بهي الحاضنه. لكل شيوخ الكار اليوم في عنا نقص، لانه كان صبيه او كبير او صغير بالعمر او طفل، كله نحن هذا بنهيئ له فرص عمل. لكن بتعرفي نحن الاطفال بيرجعوا لمدارسهم، بس بيكون راجع لمدرسته. نعم. وعنده متعلم حرفه ولو كانت بشكل بدائي، بعدين بيتابعها بدوره ثانيه او بثالثه، وفيما بعد بينطلق لسوق العمل وبياخذ شهاده حرفيه. نعم. مصدقه، وممكن يصير شيخ كار فيما بعد، لانه احنا من زمان كان في ضغط علينا من الاهالي على انه نتعلم حرفه يدويه، وهذا الحكي متشجع عليه على انه الواحد بالاضافه الى علمه على طول. انا بقول لازم يتعلم حرفه حتى بعد ما يخلصوا لازم يواكبوا. طبعا يعني طبعا كل شيء جديد، كل شيء تطور بمهنتهم. يعني التواصل الاجتماعي ما بده اليوم ورشه، يعني اليوم انت بتاخذ المستلزمات وتحفه فنيه صغيره ممكن تساويها ببيتك وتنطلق بتعرضها على صفحتك، وممكن انه تروح لحنا بنشتريها منه. أكيد. بالختام بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم، وكل عام وأنت وجميع أعضاء الجمعية بألف خير. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. تحية لكم، بوجه تحية لكل أعضاء جمعية العادات الأصيلة ولكل الجمعيات، وكل عام أنتم بخير والشفاء العاجل لسيدة الياسمين الداعمة الأكبر للتراث السوري، وإن شاء الله النصر لإخواننا بفلسطين يا رب. شكرا أستاذ عدنان لحضورك، وتحية لك الأشخاص اللي ذكرتهم من خلالك ضمن الجمعية وحاضنة دمر. نعاد عليكم بالنجاح ونشوفكم هيك دائما عم تحققوا أحلام ناس كتير بالحياة. شكرا، وانتي بألف خير.